مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج جيل الطيبين. هلا بكم وحياكم الله. العراقيين يحبون الحياة ويحبون مباهج الحياة، مثلا يحبون السفرات كل أنواعها، السفرات المدرسية، السفرات العائلية، وحتى الزيارات الدينية. كل سفرة من هاي السفرات لها طقوس ولها تفاصيل خاصة جدا بيها. راح نسولف بهاي الأمور ونتذكرها ويا شخصية رائعة ومثقفة وجميلة، شاعر شعبي معروف ومهم، النجم الأستاذ حمزة الحلفي. السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. كل الهلا، شرفت ونورت. يا أهلا وسهلا أستاذ. شكرا. اليوم الحلقة راح تكون كلش حلوة، أنا واثقة. أكيد أنت تقدمينها طبعاً. لا، وجودك طبعاً. عادة أستاذ حمزة إحنا ندخل بصلب الموضوع، لأنه نعرف فكرة البرنامج جيل الطيبين إنه ندخل فوراً بحفريات بالذاكرة لها علاقة بالأجيال السابقة، موروثهم، تقاليدهم، عاداتهم. فأسألك أول سؤال، فديوم مسافر سفرة مدرسية، شنو أول سفرة مدرسية بحياتك؟ السفرة بالابتدائية. وين كانت؟ كانت للصدول. أذكر تفاصيل السفرة، كانت سيارة يسمونها 4.5. السيارة؟ يسموها 4.5 سيارة. بالضبط بالضبط، يعني تشبه شبيهة للمنشأة. أوكي. إي يعني شلون المصلحة القاط واحد. أوكي. السيارة هاي كانت مشتهرة، أنا ذاك إحنا كنا صغار طبعاً، مو كبار بالعمر. أي أطفال بعد. ابتدائية. رحنا يعني صارت في وقت هاي السفرة صارت انتقالة في حياتي مو طبيعية. صدق؟ والله، لأنه. شلون؟ رأساً اطلعت أول مرة على إيه؟ تكتشف العالم الخارجي. العالم ما أعرفه، كنت أجهله يعني. يعني شنو، أنا أروح من المدرسة للبيت، احنا بيتنا بقطع 41. نعم. ومدرستنا بقطع 25. بالمناسبه فرق بيناتهم شارع واحد. واحد، ايه؟ واحد، يعني هاي المسافه اللي اروح او ارجع. هاي حدود حركتك. اي حدود، وما تبقى هو هذا اللعب اللي بالشوارع وغيره. اللي هي رقعه جغرافيه صغيره. اي صغيره، يعني مسافه ممتده، يعني كل حياتنا تبتدي من واحد تنتبه 11 لو ب10. فراسا تتفاجئين واذا انت صاعد بسياره وتباعين من الجامعة على البساتين والحدائق، وتنزلون بمنطقة شيء يعني يسمونها المنطقة الغناء الخضراء. صارت فعاليات، يعني خاصة كانت أجمل فعالية فعالية الأكل الجماعي. فكان عندنا معلم اسمه أستاذ خميس، مهتم بالمسرح إلى درجة. نعم. جمعنا على شكل دائرة، قال أنتم لا حد يأكل لوحد، إحنا جبناكم بالسفرة. إيه؟ جبناكم بالسفرة مو بشكل شخصي، احنا نريد نحسسكم بروح الجماعة. ايه. فبدينا ناكل، ويانا كانت الفراشة. هم جاية للسفرة. جايبة وياها برامز، وجايبة وياها قوري كتلة كبير ماكو. مال شاي؟ وسوت لنا شاي، حتى رائحة الشاي كانت بوقتها تختلف عن اللي كنا نشتمها ببيوتنا. فحقيقة استمتعنا بيها، وهاي اللحظات يمكن يعني ذا بعد باقي 100 سنة إنه أبداً ما تغيب عني هالمشاهد. طبعاً. والمعلم وضح لكم إنه هذه السفرة الغرض من عندها زرع روح الجماعة. روح الجماعة. والفريق. كانت أكو قضية مهمة جداً. بالمغرب غيمت الدنيا. إحنا باكر رايحين للسفرة. قبل بيوم غيمت. كان لاكو طقس وايفون، ما حد يعرف باشر شنو الجو، بس انذر الجو بمطر، يعني ما تقبل غلط. والله عشت ليله تعيسه الى درجه بحيث قعدت الساعه بالاربعه الصبح اباوع ماكو مطر، والى صار الفجر طلعت الشمس. الله، كانت حياه جديده. اي تخاف تحرمنا هاي اللحظه. زين، بالسياره ال4.5 كان عندكم يعني كانت مبلشه هذه الطقوس مال، اكو اغاني خاصه بالسفرات؟ اكو كانت اغنيه مال لا خبر لا شفيه لا حامض حلو لا شربت. هذه كانت شائعه. طبعا شائعه لدرجه انه الاذاعه العراقيه اضافه للاذاعات العربيه كانت تبث بشكل مستمر، فالكل تحفظها يعني. اي طبعا، لو اسئله بايام اليوتيوب والمشاهدات. ايه. لا كان علقت تعليقه مو طبيعيه.
فأغنية جديدة على الواقع الغنائي العراقي. الواقع الغنائي العراقي بيه شجن، بيه لوعة. طب إجا فاضل عواد غنى هاي الأغنية اللي لحنها على ما أعتقد حسين عباس أو هيش ما أتذكره، وكتبها الشاعر الكبير الله يرحمه المحدث المجدد طارق ياسين. نعم. كتبها بشكل قفشة يعني، إلى أن تطورت القضية وخذت مديات أوسع. إجا دلال شمالي سوت ديو هي وفاضل عواد، صحيح، وأعادوا كتابة الأغنية سواها نسائية ورجالية، فكانت هاي الأغنية حاضرة. أي حاضرة جدا يعني. كان المسجل ما كان أكو كاسيت، كان أكو هاي البكرة، البكرة الكبيرة. إيه. إيه. فكانت هاي موجودة يعني بالسفرة، كان مخليها. صدق؟ إيه والله بالسفرة. بالسيارة مخليها؟ لا 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 بالش اسمه. ها بالحديقة. إيه بالحديقة. بس لا بالسيارة إحنا نغني بها. يعني. إحنا نغني بها. إيه هاي السفرة. شنو أكثر مكان كنت تحبه وأنت صغير؟ من أكيد هذه مو كانت أول سفرة. هذه كانت أول سفرة المبكرة. لا 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 هاي أول بس سفرة. بس تكررت مجموعة سفرات. منو أكثر مكان كنت تحب تروح له؟ كانت كانت أمي تأخذني سيد إدريس. فأجواء الكرادة يعني هي قريبة من أجواءنا. نعم. ما عاد إن العمران يختلف يعني. فأنا أقعد بال هي السبعة أتذكر المشاهد أو المكان أو كانت أكو باحة. إيه. برا نقعد بيها. فهم أمي تجيب شولتها وشغلاتها. أيوة. وتقعد وأنا أقعد يمها. أحياناً يروح ويانا يعني واحد من الولد لو واحدة من البنات، فنقعد نستمتع بشكل مو طبيعي. هي كانت الأوائل. وأعتقد ما زالت تحب السفرات الدينية. بالضبط. بكل طقوسها. أكو سفرات دينية لطقس حزين، وأكو لطقس بشيء من البهجة مثل ما يصير بخضر الياس والشموع والنذور. فاطلعت ويا زيارات الوالدة على الزيارات أو السفرات الدينية، حبيتها أكثر من السفرات المدرسية؟ لو شفت أنه هم اكتشاف جديد. هي بالحالتين هي انفتاح أو خروج عن مألوفك يعني. سواء كانت الزيارة الدينية أو زيارة الصدور. نعم. اي بس هو الـ ما بقينا احنا بهذا العمر، كبرنا بعدين. حرامات يعني الواحد. أيه. يكبر بسرعه. فتره الطفوله فيها اشياء كلش ممتعه واكتشافات جميله. همزين احنا ارشفنا هاي القضيه يعني بدواخلنا، استفادينا منها بمنجزنا الان. يعني من اكتب قصيده، اكتب اي اغنيه، استحضر هاي الاماكن اللي كنت موجود بها. حفر بالذاكره. هو شلون اكو سيفي هنا يحفظ مشهد، يحفظ حادثة صارت، يحفظ طقس معين، حالة نفسية. إيه؟ إيه؟ صارت في لحظة معينة، كلها مسيف عندك. شارع السعدون عندك. كان من أجمل سفراتنا، يعتبر سفرة. ليش؟ لأنه الوافدين من كل المحافظات، خاصة الشباب من عتهم، كان منطقتهم الرخوة أو منطقة التنزع عتهم وين؟ كانت في شارع السعدون. طبعا شارع السعدون ممتد سينمات من الاول الى الاخير، يعني كذا سينما موجوده. شارع السعدون شارع عظيم يعني، عظيم كبير بكل تفاصيله، بمحلاته. اكو محلات الان يمكن بعض الدول العربيه استحدثوها الان. يعني تصور محلات القص. كانت الشاورما هم يسمونها، اول الناس البغداديين اسسوها في شارع السعدون. صحيح. وصلت بهم المرحلة إنه الأفلام السينمائية اللي محصلة على جوائز، أفلام نمبر وان تعرض في سميرميز، تعرض في أطلس، تعرض في في النصر. هاي المستجدات أحدثت تحضر عند الشاب العراقي. الشاب العراقي قام يلبس من يشوف ممثل أمريكي بالكابوي او غيره. احنا اول من استخدم الكابوي بالعرب بالمناسبه، هاي احكيها، الشباب استخدموا الكابوي لانه اللبس الكابوي كان مو رسمي. نعم. يعني اذا في بدء النهضه العمرانيه بالعراق من فندق الرشيد وغيره، ما يسمح بالشراتون يدخل واحد بجينز. كابوي ممنوع، بدله وكذا. ملعب الكشافه
ملعب الكشافه تجين الجمهور تلقينا كل من لابس بدله رسمي سوداء. بدله رسميه صحيح. كل الصور الاسود والابيض كلها بدلات رسميه واربطه والوسامه والنظافه والاناقه. العطر الماركه وكانت كل هاي المشاهد تجتمع وين؟ بداخل هذا الشارع الى شارع الرشيد. نعم. الى مناطق قلب بغداد ومحاذاة النهر. اي النهر هاي دجله العظيمه. هاي بالليل من تمشي على شارع ابو نواس بالليل يعني انا والله رحت شفت باوروبا شوارع يسمونها شوارع المشي. صحيح. كل مكان. نعم. كل دوله اوروبيه بها شارع المشي. شارع مشي اكيد. شارع ابو نواس رغم كان بي سيارات بس مستحيل يكون شارع مشي مثل شارع ابو نواس. عجيب. يعني الصوري احيانا يصير تصادم من كثرة الناس بنات وولد. يعني ينزل الولد او بنية تنزل حتى توسع مجال الغيره يمشي يفوت. هاي ايش قد من شارع الخيام ابو نواس امتدادا الى فندق بابل. هذا كله مفتوح المكان. نعم. واوبن يعني. نعم. بالنسبه للسفرات اللي حكينا عنها اللي هي سفرات مدرسيه وزيارات دينيه، احب اسالك بعد في مرحله لاحقه في مرحله الشباب دائما الشاب العراقي يبدي يطلع خارج محافظته، بالبدايه خارج بيئته وخارج بيته، بعدين تصير خارج محافظته، يعني ممكن تكون اكو الموصل او الحبانيه او غيرها، يعني ممكن يكون اكو مبيت برا. مريت بهذه المرحله هذا النوع من السفرات؟ اكثر واحد مر بيها انا. اكثر واحد. لان احنا كنا جروبات فنيه يعني شاعر ممثل. نعم. مطرب عازف، فدائما ما نروح الحبانيه. ناخذ بيت نأجر بيت. نبقى 4 أيام 3 أيام. مرت زامن التصوير مال برنامج أصوات شابة. نعم. كل الأغاني صورت كان المخرج الله يذكره بالخير صديقنا ناصر حسن. نعم. صور كل المطربين بالحبانية، فإحنا سويناها زيارة وتسيارة. زين. يعني هم إحنا اشتغلنا أغانينا نفذناها هناك. نعم. وهم كل أربعة أخذوا لهم بيت. يا سلام. من نقعد الصبح طبعا احنا اكو اكل موجود. نعم. بس نتعمد احنا نسوي الصبح، فيقعدون يتوسطون القعده وذاك الاكل الجميل، بعدين هي اللمه. ايه اللمه بالليل نقعد سوا. ايه. نايمين سوا. ايه. هذا اجمل. اكيد اكو عازف عود وغنى طبعا وشعر هو يعني فد ايه. جو يعني ايه. ايه. وتجي حتى اصدقائنا يجون علينا. هاي من اجل هاي الحباني اضافه للموصل. ايه. كنت اروح الموصل هواي. اي المصايف. اي مصايف طبعا. وبعدين هاي على صفحه مال اربيل. نعم. وسليمانيه وغيرها كلها مصايف هاي بالصيف تروح العالم هناك. ايه. بعدين لا توقفت هاي القضيه. اكو فد شغله هم حابه اسالك عليها، دائما اسمع من الاهل من الاجيال الاقدم شويه انه فتره السبعينات اللي هي فتره ازدهار كامل، ازدهار أدبي فني ثقافي وحتى اقتصادي، فبالتالي بالازدهار الاقتصادي هذا لما كان الدينار أقوى من الدولار العراقي يقدر يسافر إلى أي دولة وهو صاحب العملة الأقوى، فالدول البقية تكون مهما كانت هي تعتبر أرخص من بلده نفسه. فصارت أكو هواية زيارات للدول الاشتراكية، لبعض الدول العربية، للدول الأوروبية. صارت عندك أحد سافر أو أنت سافرت بهذه الفترة إلى خارج العراق مستثمر قوة الدينار العراقي قوة الاقتصاد بهذه الفترة، أو مثلاً أخ أو أحد من الجيران مثلاً سافر إلى أوروبا؟ يعني لأنه كانت فتحدث أن الواحد يسافر لأوروبا. بالضبط، لأنه كانت أنا بوقتها ما أقدر أسافر صغير يعني. أي صغير. أي بس أنا عندي ولد عمتي اثنين يعني كانوا يسافرون الله يرحمه، يروحون ال 100 دولار تساوي 100 عراقي تساوي 330. صح، 330 دولار يعني 3 ورقات و30 دولار. اي صح. فالمعلمين باجازاتهم اكو بيهم سافروا لاوروبا بسيارته. صح. اي طلع صح. سامعه بهذه التفاصيل. طلع اي طلع على طريق تركيا يروح ويروح يبقى له 3 أسابيع يبقى له شهر. أي دولة عملتها قوية يصير مسموح لها. مصارف ل 200 دولار. صح. مصارف ل 200 دولار. صح. فينقلونا هاي المشاهد إنه إحنا كان حلمنا نطلع برا. شوف أوروبا. نشوف
أنا ورا 2003 يلا قدرت أطلع من العراق. والله سافرت بيروت، سافرت سوريا، سافرت عمان، هاي المناطق القريبة. بعدين اجتنا هاي الدعوة مال التور مال، رحت 10 دول أوروبية، شفت العالم مختلف. بس والله العظيم إيش قد مختلف، بس مو مثل العراق. حابة أنتقل وياك ويا المشاهدين إلى بارت آخر بهذا البرنامج، هو بارت محل التسجيلات. أتمنى كلش أتمنى أنه يعجبك، وأني واثقة أنه راح يعجبك لكونك شاعر وكونك عندك الخير يا متخدي دراية أسست هنا. بس ركن ركن ما أخذ تسجيل تركن على شعر عام فتشي يعجبك إن شاء الله ورخيص. والله تستاهلين والله نظافة المحل الثاني اللي عندك بالمنصور مال تسجيل. ما راح نختم الفقرة اليوم أعزائي المشاهدين، خليكم ويانا. أستاذ حمزة، بداية شو رأيك بالمحل؟ الخير الخير عليك. خير لي صيبك. إن شاء الله تقطعين ألف محل يعني. خير لي صيبك. مصاطعة هذا له سرق فلية. لا دادة سرق فلية. مر بهاي اللحظة. الله بعد مسلفن. مسلفن هي شيء. هي وريحته. ويطلع جميل. شنو عطر. صدق؟ والله. تشمين بيها ريحة الأغنية. هذا شعر. مو أفلام هاي. وين كان يشم ريحة؟ شيل لك في السالفة هاي. شو ريحة الأغنية؟ مشي. مو أقول شوية يعني صارت هذه بس لحظة سعادة ها؟ أي طبعا. تفتح كاسيت ايه. جديد وصار صار سعادة أدور على شو اسمه المكان اللي انفتح منه. أنت ما أدبر الأدري بس. ما أدبرها؟ إيه. ها أبطل البرنامج. أستاذ حمزة، كتبت الكثير من الأغاني الجميلة والأغاني اللي نالت انتشار واسع وكبير، كثير من المطربين، منو أقرب صوت كتبت له؟ أقرب صوت يغنيك؟ يعني بلا شك إنه كان هو القريب إلي وصديقي واللي شاركني كل يعني تقريبا معظم أعماله أنا كتبتين. المطرب حسن بريسن، الفنان حسن بريسن. نوجه له تحية. إيه تقريبا ماكو ترى شاعر كاتب المطرب 90 أغنية. 90 أغنية. إيه والله فوق 90 أغنية. فوق 90 أغنية أنا كاتب له. اي بس يعني هي كانت فترة انتشار الكاسيت يعني كانت تعادل في أربعة الانتشار مثلا بالفضائيات. اي لانه المحطات كانت قليلة. يعني قليلة جدا. الكاسيت كان هو المعول الأول عليه في بالشارع بالسيارة صح بالحفلات. سيارة ما بها 11 كاسيتات. اي كاسيت والمطربين بدوا يسابقون بتسجيل الكاسيت. يعني هاي الحادثة تذكرني رياض أحمد قبل لا يسجل الكاسيت الأول ماله اللي كل احنا سمعناه، كانت نسبة انتشار رياض ما توصل إلى 10% من ما وصل له بعد الكاسيت. بعد الكاسيت. اي هاي قضية هاي مو أنا أحكي، هاي للتاريخ موجودة. صح. واللي وحفلات المهرجان، مهرجان بابل في وقتها أيضا بالضبط كانت داعم عظيم. انا ما اقدر اقول اسم صاحب الفكره اللي سجل للكاسيت خاف يزعل عليه يعني. هو صاحب المشروع يعني. هو صاحب المشروع. اي هو قدر يوصل الى منطقه الرياض الله يرحمه ما موجوده، لانه عاده ما يكون الغناء بالتلفزيون او يكون يدخل ضمن ضوابط. نعم. لكن من يكون المناخ متاح وواسع المطرب ياخذ راحته. ياخذ راحته مواويل شغلاتي. نعم. اكو اغنية اني جدا احبها لمطرب جدا احبه، شنو رايك نسمعها؟ نسمع شوية منها. غلط. يعني الله يرحمه ضياء حسين امكانية وصوت مختلف جدا. ما ادري جزء لين انا احب صوته هيك اقول. شنو رايك بي كصوت؟ شلون جتي ببالك انه تكتب له؟ يعني هو ضياء الله يرحمه كان عمه صديقي وليله كنا قاعدين ببيتهم يعني، فصار عليه قال لي اسمع هذا الصوت. قال منو هذا؟ قال هذا ابن اخوي صغير والله هيك. ايه
هو بدا وهو بسن صغير وتوفى ايضا بسن وإذا صغير. واذا اني اباوع على هذا الشاب يعني احسه مطرب عملاق. صحيح. اي خاصه بقضيه الموال وعنده مساحه واسعه وعنده قدره على الجواب وعلى القرار، يعني مطرب يجوز اكبر متمكن إيه ومرن بالتنقلات. اي فكتبت له يمكن حوالي 5 أغاني من ضمنهم هاي روس الهجول الكبار وغناها واشتخرت بشكل مو طبيعي. اي اخذتني طاقه عد ما صورها كانت وياه ملايين. اه والله اي كان بالتصوير الموديل اي آه. اي كليب يعني اتذكرها كانت ملايين صورت وياه. بعدين غنوها هواي مطربين. صحيح. اي غناها ماجد، غناها وليد، غناها محمد عبد الجبار. حفلات عملاقه. اي اي وضياء للاسف رحل مبكر جدا. اي والله. ولولا بالمناسبه اخر ايامه نقعد انا وضياء يغني لي بشكل انضج من قبل. أه. يعني صوته من وصل هذا العمر نضج اكثر من 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 قبل، بحيث قام بالليل يغني شغلات يعني ما كنت اتصور هو مقتنع بها يعني ما اعرف يعني بس شو سوى القدر سباق يعني القضية. اي والله فجأنا القدر برحيله. اغاني انت تحبها وتحسها انظلمت. هواي عندي اغاني انظلمت. يعني اغاني الغربه اللي غناها حسن بريسم هواي بس اشتغلت من عتن بس اي اهلكم حملون لكم سلامات. بعد ذاك التعب وش قد مسافات اجوا عنكم يسالون قالوا هم تردون لو للابد ما ترجعون هيهات. هاي الوحيده اللي اخذت مساحه ليش؟ لانه حسن صورها. والمخرج كان اختيار المكان بالمحطه ولبس حسن كاجوال وجنطه ويسافر وجقارته بيده. إضافة هي الأغنية ماخذها صدى قبل التصوير. هي ذيش الفترة الكليب كان يدعم الأغنية بشكل كبير بالانتشار لأنه وسائل الانتشار ما كانت. لا هاي ورا الألفين هاي. ما كانت هو مع ذلك ما كان بعد اليوتيوب والمواقع التواصل ما كانت بعدها قوية باتجاه الأغاني أو الأفلام أو المقاطع. كان أيضا صح 2007 أو 2008 لكن أيضا الكليب ما زال كان يساهم بانتشارها. بالضبط. صحيح صحيح. بس انا اريد اقول الشغله واحده، اي اغنيه لشاعر تظلم مو صوت الشاعر. الشاعر ترى مو لا طبعا مؤسس حجر انتاجية. اساس إيه؟ رجل بدا بمشروعه وانطال الملحن وانتهى الموضوع، بقى الترويج وين؟ اي الترويج يم المطرب نفسه. صح. والان انت اللي جاي تشوفين ايش قد يدفعون المطربين على مود اغنيته إيه توصل الى مليون مشاهده يعني. فهاي القضيه مرتبطه بالحسابات الانتاجيه ما لها علاقه بالجسم. لذلك انا من اسال حضرتك اقول لك الاغنيه اللي كتبتها وتحسها انظلمت، لانه احيانا يكون الشاعر كاتب حاله فنيه ودراميه وشعريه متكامله لكن في وحده من الخطوات تتعرقل. بالضبط. او تتعثر فيبقى مثلا بداخلك اكو فد اعتزاز والم بنفس اللحظه انه ما اشتهرت او ما نالت، او تحس مثلا قصيده اخرى او اغنيه اخرى بامكانيات ابسط اشتهرت اكثر وكانه الصدف خدمتها. بس هي اذا اشتهرت عند النخبه وما اشتهرت عند العامه يعني يعتبر الى هذا نجاح مضاف يعني. اي طبعا يعني اذا يسمعوها مجموعه من الناس الواعين وكذا. نعم. تختلف هاي القضيه هنا. اكيد اكيد يصير اكو راي الصفوه ايضا مهم. هاي شنو هذه هسه راح اسمعك نشوف شنو رايك اذا تحب. بينت نشيد الوطني. طبعا ماكو لقاء او شيء ذا مو هاي وارتاح وشوفك يا هطاح بسيطة هون وارتاح وشوفك يا هطاح صحيح التعب ما اخذني صحيح الشان هذه الأغنية انتشرت انتشار واسع وفي مرحلة
كانوا الناس يمرون بظرف نفسي قاهر. فاللحن كان له يد كبرى لو هو الموضوع بحد ذاته برأيك؟ لا طبعاً مع احتراماتي اللحن كبير يعني للكبير ضياء الدين يعني اشتغل بحرفة واشتغل هذا اللون اللي هذا الصبا زمزم اللي كان مشتغل. يعني أي واحد يسمع هذه الأغنية وهذه الكلمات يحس أنه هذا اللحن طالع من داخله. بالضبط هي ظهرت في وقت صعب بالعراق كان أكو حصار وكان أكو بيها قصة معينة الأغنية؟ هي بيها قصة. نعم القصة أنه هي وليدة لحظة انكتبت الأغنية بمذهب وكوبليه وثاني يوم تلحنت. ثاني يوم تلحنت؟ ثاني يوم تلحنت بالضبط تلحنت بشكل سريع لأنه هي كان النص يدعو يدعو لقضية أنه أنت تتحفز كملحن من يوصل لك هيك نص وشوف مفردة غنائية غريبة على الغناء العراقي ما موجودة قبلها. إذن استفزت ضياء الدين فلحنها بسرعة لأنه خلاص إضافة إلى هذا اختار لها اللحظة الإبداعية. اختار لها ست آلاء اختار لها قضية أنه لازم ألحنها بطريقة مختلفة فاعتمد الصبا زمزم وهو بالنسبة للملحنين ما يعتمدون الأنغام الصعبة يريد نغم نغم سهل سلس حتى من خلاله يمر أدواته والجمل الموسيقية مالته. صح ف بذاك الوقت اجى عبد فلك من غناها من قرر ان تروح الاغنيه الى نجمنا العزيز عبد فلك. هو احنا ثلاثتنا كنا بالحاله ثلاثتكم سوا بالقعده ثلاثتنا. حابه انتقل وياك الى قهوه رزوقي ونشوف الجماعه شنو محضرين من قصه اليوم حتى نسولف عليها بعدين ونرجع للاستوديو. شو تقول؟ والله يا ريت شوقتوني لهاي القهوه العظيمه. هاي هم لك؟ شنو السالفه؟ مستثمره جايه خليني اصور البرنامج. خاف تاخذي المساطحات تقلين اريد المساطحه منها منها لا تحاول جمهورنا خليكم ويانا. ابو نجم ماكو تعرف يهذر هوايه بس سوالفه حلوه. ها ابن الحلال بنشره. سلام عليكم. عليكم السلام اغاتي. سريع 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 سريع. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير والبركه. اي والله يا اخوي رزوق اشتاقينا لك بس رزق 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 وقدوري تقعدها قدها وقدود. اقول لك قول اشواني جاي بالطريق. ايه؟ شفت لك حجي مجيد ناصب لك مجدوره. ايه ادري بيها بس شنو ذكرني في الساعه اروح لاني وياك والافندي لان تعرف الحجي جاي من الحج وذابح ذبايح للمنطقه وللاحباب. يا باخ. ايه؟ بس ليش قلت حسبتهن واحد واحد حسبتهن؟ ايه 50 جدر بس مو جدور عمي قزانات قزان مال الجيش القديم. تقول يلا ابو نجم صدق كذي معود لا ضرب عين تو جاي من الحيط. ابد يلا ايش بهذا؟ هسه ايش قلنا؟ فدمونا؟ لعد لو سولف لك سالفه جدي صبري ايش سوى بزماناته؟ يجي سولف لنا يا ابو نجم سولف لنا السالفه. على اعرف افدينا سولف سولف لك سالفه جدي سولف خلنا نسمع يلا. يا الله هاي اقول لك مره هاي جدي صبري باشا زين كان صديقه المدحت باشا جدك جدي بزمن العصملي زين الروح بالروح. فديوم شافه المدحت باشا مخندب يعني ضايج دع الغب راسه حسبه توديه حسبه تجيبه زين لهناك قال له مدحت باشا اشو انت مو على بعضك شكو صاير؟ قال له والله يا صبري باشا شوية عاني بورطه. قال له خير شنو اخوك جايك جايك بالطريق جايك يا با شنو السالفه؟ قال له عبد الحميد باشا السلطان تركيا تركيا دز لي مرسال زين قال له انا ناذر نذر اذا اجاني ولد ازور الرعيه كلها لما بالكاظم
وعبد القادر الشيخ عبد القادر وابو حنيف. اجا الولد. اذا حكمه السالفه لازم شنو؟ شنو؟ يوفي النذر. طب ويجيب الرعيه. من ام الرعيه عيوني؟ من امي؟ كل تركيا. الشعب كله. ملايين ملايين البشر تجي لبغداد. منو الها؟ شلون؟ قال له زين يا ابو والحل؟ قال له والله انا دايخ ما اعرف وين نيمهم وين نوكلهم ايش راح نسوي. قال له جدي وش كم يوم راح يبقون؟ قال له 3 ايام. صفن جدي 3 ايام حسبه. وداها منا، ها وجابها منا، ها جيب الشاي هنا، ها هاي سافر الشاي. انت شو عليك هسه؟ هسه تعبك شاي لو سالفه؟ هسه انت ليش تعصب؟ سالف على راحتك، خلي اسمعك. يلا فوت سالف. جدي لقيتها. قال له المن المدحت باشا. قال له شلون؟ قال له بسيطه. هن 3 ايام. زين. نسوي نهر دجله مرق. اي هاي شلون؟ شلون؟ عافيه. قال له شو نسوي؟ نجيب التمنات. ها عيني؟ ونجيب الخبزات. زين. ابويا ونسوي نهر دجله اليميه. صفن بيها. قال له يا معود. زين التمه شنو عيته؟ ابو يا ابن الطين صبر هسه انت ما تقول شغل مستعجل هسه انت ما تقول تشتري انت. زين صيح. ايش في صيح؟ منين اجيب رزوق يعني؟ منين اجيبه؟ ابو كون ابو نجم. لهناك حشد الوادم. راح للمشخاب جدي وراح للشاميه. جاب لك ذاك التمن العنبر. تفوح ريحته تفوح يا اخوي. زين. المعجون على البصل على الكسور على 10,000 طلي. وكل اهالي بغداد الصوبه. إيه؟ تتناوب. هذا اللي يجيب خشب وهذا اللي يجيب التمنات اللي عنده وهذا اللي يجيب المعجونات وهذا اللي يجيب الطماطم لهناك. إيه؟ واوجبت الامور كلها اكتملت. جابوا الحطب خلوه فوق نهر دجله. كل واحد اللي عنده خبز جابه. زين. وثردونك ها فوق النهر فوق النهر يثردون. صارت لك ذيك الادلاميه. اجا السلطان عبد الحميد شاف الامور كلها. شنو ذيك الوليمه؟ يعني الخطه نجحت؟ نجحت نجحت. نهر دجله صار لك دليميه. دهناك اكلوا وشبعوا وخلصوا. وثلاث ايام اجا السلطان عبد الحميد. لحظة ابو نجيم لحظة. شكو؟ يعني هاي سالفتك يحتاج لها صفنة مالت تخلي الخشب فوق نهر دجلة ويسوي تشريب. هاي نيوتن ما مفكر بيها. مو لهالدرجة يعني. شنو لازم كمل كمل. لعند الشمس نسمعه. لعند الشمس مو تجينا من فوق تصير عيني فلدينا تصير. كمل نسمعه. دشوف 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 السلطان دشوف السلطان عبد الحميد. حكايتك معقولة. أنا عمي بالتسعينات هم سواها بس مو دليمية. لا ها سوى شنو؟ تشريب لحم. إيه من قناة الجيش. إيه آه. شنو وراها؟ صار حصار. هي حصار بيها. والناس كانت تتمنى تذوق التشريب. أويلي سوى سوب مال لحم مال غنم. يوجع يوجع. إيه يوجع. بس شنو؟ الدولة موافقت. ليش؟ قال إحنا بحصار واحنا قوم دبريها. شلون نسويها؟ سجنون عمي اخ بدعك كم يوم بالسجن مال القدس. تندلى يم صفا يم مسبح الصفا تندلى مو. ايه طبعا. قال يا ام ذول خطيه. قال ايش قلت لك؟ انت تعرف شيء وانا اعرف شيء. ايه بدعتك عاد عمي سحب روحه. ايه قال هاي وراها بليه معودين صديق كذي. اي والله خطيه. لا بس شلون تشريب لحم؟ تقول عبالك مال بن سمينه. اي بس مو مثل عزيمه. ايه؟ عزيمه يعني جدي الله يخليك. قل لي بروح جدك ابو نجيم. قل لي جدك هم راح لاسطنبول يسوى البحيره مال السلطان دليميه؟ اي طبعا من شاف السلطان هذا هاي العزومه الكبيره. ايه؟ طبعا قال له اريد صاحب الفكره هذه.
اريده وراح لجدي التوب كابي هاي عندهم بحيره قال له اريدك تسوي لي البحيره شنو؟ تسوي لي اياها مثل ما سويتها ببغداد على دجله بس شنو؟ فشلت الخطه فشلت؟ ايه لان ما عندهم التمن العنبر من المشخاب والشاميه هنا الحكي ايه وش رادوا؟ قال له ماكو مشكله جيب التمن من المشخاب والشاميه ووديه لاسطنبول جدي هنا وقف ها انا غلام ابوي اني اودي التمن العنبر من المشخاب والشامية لحلوق أولاد العصملي وأحرم العراقيين لا والله ما سويها فيها في هذا العراق الصدق صحيح شاشلون ايه هو انت تمل العنبر ينعاف ما تغار صدق كذي ما شاء الله ما شاء الله ابو نجم جيب لي مي يا حجيب لك مي عمي صدق كذي طبعا هنا شويه بالغ العينتان بالغ 50 جذر بالدربونه شويه يعني كبيره السالفه يقول علي الوردي دائما العراقيين حتى يتباهون بالكرم لازم عندهم جذور كبار كلش وحتى الفقير اللي يعني حالته ما تسمح لازم عنده فد أداة طبخ كبيره للمباهات واظهار مظهر من مظاهر الكرم الصفريه اي لازم طبعا شايفها مره قدامك شلون احنا ولد الصفاري ها احنا عشنا هو هي قضيه الكرم مغموسه في الدم يعني نعم انا اعتقد الكرم غريزه يعني مو طبع ها يعني ينشا وياك الكرم انت ولدت كريم ولدت بخيل لو ما ادري ايش يصير مصير كريم حاب اسالك عن سفر من نوع آخر واستقبال من نوع آخر اللي هو الحجاج هاي إلها صدقت تكون بالعائلة أحد راح الحج وإجا أبوي الله يرحمه راح من السعودية مكة بالثمانينات نعم وصعدوا بمنشآت منشآت إيه راحوا منها والحملة دار كان عمي يعني نعم بالمناسبة فراح وكانت يعني هو كان من يجي من الحج نعم يجيب وياه هدايا اي شنو شكلها بالله الهدايا؟ الهدايا يا اما غتره نعم احنا اهل العمال نسميها شطفه شطفه اي يا اما عرقشين يا اما سبحه يا اما قطعه قماش الاغلب قطعه قماش نعم فابوي جاب بوقت اتذكر جاب زوالي اي والله جاب زوالي مو هديه جابها للبيت انه ها للبيت مو تقول هوايه حتى من صعده ويفتشون اللي يفتش ابو القمرق ما شاف الزوالي صح له قال له عمي تعال انت شو ما شفت هاي تعال شوفها هي ممنوع طبعا يجيب قلت له شلون تقول لي قلت له انا الحج تكذب ما اكذب الله وجاب جقاير كريفن وغيره هاي السوالف لانه مو يعني مو موجوده بس يبدو هي ارخص هدايا اي هم ذولاك شو يجيبون لو يجيب له تنكه مال دهن تنكي ها ايه لو يجيب قونية تمن زين لو يجيب شكر لو بيهم المترف كلش يجيب طلي وعادة اللي يرجع من الحج طبعا مكانته الاجتماعية بين الناس تتغير بعد صار اسمه الحجي اي صحيح وحتى صفاته العامة كلها تتغير تصير اكثر جمال واكثر هيبة واكثر حكمة راح أطلع شوية خارج سياق الموضوع يعني وأستثمر وجود الشاعر حمزة الحلفي يعني أكيد الجمهور راح يقولون يعني حمزة الحلفي موجود وكل شيء سألته وما سمعته منه أي قصيدة فراح يعتبون أكيد وأكيد يتمنون يسمعون شيء مثل ما أنا هسه متمنية بحجة الجمهور قول أنا أنا أقول ليش لا صدقوني أضحك كذب والدمع بعيوني حابسها رمشي غصب خايف تشوفوني
صدقوني اضحك كذب والدمعه بعيوني حابسها رمشي غصب خايف تشوفوني اتمنى هيم بدرب بس انا بي موجود واصرخ بكل عبرتي وابكي بلايا حدود من لوني لون الحزن يتسأل شلوني ما اريد احكي بعد وافضح خفايا الروح ولا تشكي جرح القلب للقلب ما مجروح يسمع شكوتك صدق وعيونه بعيونك بس لو جفاك الوقت ما يسأل شلونك من لون الثوب الحزن يتسأل شلوني صدقوني أضحك كذب والدمع بعيوني حابسها رمشي غصب خايف تشوفوني الله 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 عليك شرفت ونورت وحلقة جميلة وثرية وقعدتك حلوة وما ينمل منها إذا بالبرنامج وإذا خارج البرنامج كلش ذوق الله يحفظك ويخليك وشكرا على تشريفك وتنويرك إلنا أنا سعيد طبعا بهذا اللقاء الجميل الرائع المتوج بهذه الأسماء الرائعة من إعداد دكتور محمد صديقي وتقديمك أنت الرائع الله يحفظك وأيضا فكرة البرنامج كلش جميلة وجديدة يعني ما مطروقة حقيقة واحد يفخر أنه صور هيك لقاء تحياتي للشباب كلهم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا جمهورنا الأعزاء شكرا لكم يا أهلا بكم